إنا نحن، من القائل إنا نحن؟ الله عز وجل قال نحن، وهو واحد معظم نفسه. فمن أساليب العربية أن معظم نفسه يعبر عن نفسه إيش؟ بضمير الجمع، والله واحد. فإن قال النصارى وغيرهم شوف ربنا أكثر من واحد بدليل أنه قال نحن، نقول هذا من المتشابه، نرد إلى المحكم الواضح، قال جل وعلا وإلهكم إله واحد، لله الواحد قهار. صح نحن تصلح للمتكلمين، فقلنا الآن نحن ندرس الآن تفسير نحن، وتصلح لمعظم نفسه يقول عن نفسه نحن، هذا من حيث اللغة محتمل. إذن هذا المحتمل يسمى متشابه، نرد إلى المحكم الواضح، وإلا بالله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد، ويقول لله الواحد القهار. إذا تعين أن أحد المعنيين في نحن، هل نحن المعظم نفسه ولا الجمع؟ ها، المعظم نفسه، لأن الآيات الواضحة بأنه إيش؟ واحد. فقال جل وعلا إن نحن نحيي ونميت، وهذا أمر عظيم جلل ما يستطيع أحد إلا الله عز وحده ولا شريك له، لا يمكن لأحد أن يحيي ميتا، هذا ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وذاك إبراهيم عليه السلام قال والذي يميتني ثم يحييني، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالله وحده، ووحدة موضوع سورة قاف عن إحياء الموتى، فجاء في ختام السورة فقال جل وعلا إن نحن نحيي ونميت، فهو الذي أحياها في بدء خلقها، وهو الذي يميتها، وهو الذي يحييها مرة أخرى. فلما قال إن نحن نحيي أحياها لأول مرة، نميت توفاها الله عز وجل، وإلينا المصير يعني يحييها فتصير إليه. وقول جل وعلا وإلينا المصير يعني الرجوع، كما في قول تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فاللقاء والرجوع والمصير إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وفي هذا إثبات يوم القيامة، فهو يوم الخروج ويوم المصير، يوم الخروج ويوم المصير إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتخلف أحد ولا يمكن لأحد أن يقوم بهذا إلا الله عز وجل وحده. قال إن نحن نحيي ونميت، لا محيي غيرنا ولا مميت. وهل من أسماء الله جل وعلا المحيي صالح؟ هل من أسماء الله عز وجل المحيي؟ نعم. والمميت؟ اسم الله المحيي من صفاته أنه يحيي ويميت، ويخبر عنه بأنه يحيي ويميت، وأنه هو المحيي هو المميت، لكن ليس من أسمائه المحيي المميت. نعم، من أسماء الحي، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو حي قيوم، واسم الحي غير المحيي، الحي بنفسه، المحيي لغيره، واضح؟ فيخبر عن الله عز وجل بأنه المحيي، ويقال عنه يقال عن الله ما قال عن نفسه بأنه يحيي، لكن ليس من أسماء الحسنى المحيي ولا المميت، لكنه يحيي ويميت جل وعلا. إذا أحياهم الله عز وجل يكون حياة سرمدية أبدية، سواء كان أهل النار أو أهل الجنة، صح؟ والله عز وجل هو الحي القائم بحياته، قائم بنفسه، وهو الحي الذي لا يموت. إذا ما الفرق بين حياة الله وحياة أهل الجنة؟ حياة أهل الجنة أحياء لا يموتون، أنا ما أتكلم عن حياة الدنيا، حياة الدنيا يقول الفرق أن حي الدنيا يموت، الله حي لا يموت. طيب أحياء الجنة أحياء لا يموتون، ربنا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون، فما الفرق بينهما؟ هم يعتمدون على حياتهم هذه
أحسنت، يعني الله عز وجل حي قيوم، يعني قائم بنفسه، ما في أحد يمده بالحياة، ها؟ قيوم في جميع الصفات، ما في أحد يعطي سمع، يعطي بصر، يعطي قدرة، يعطي علم، يعطي قوة، بينما كل من سواه ما فيه من صفات، فالله عز هو الذي مده. أنت سميع بصير، وجعلكم السمع والأبصار. أهل الجنة أحياء، الله الذي أحياهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن الله حي قيوم، وأهل الجنة أحياء بإحياء الله لهم. فرق بين من حياته قيوم في حياته وبين من هو حي لا يموت لكن إيش بإحياء الله له، والفرق كبير حينئذ. فالله جل وعلا في كم صفة من صفاته قيوم، كل صفاته قيوم، يعني في كل صفاته قائم بنفسه، لا أحد يمده بشيء من الصفات، لا قوة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حكمة ولا قوة، كل صفات الله عز وجل هو بها قيوم سبحانه وتعالى. قال إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير.